الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب من أجل بيان الحكمة من مشروعية زيارة القبور، وذلك لأن زيارة القبور من الأمور المرغب فيها بالشريعة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن يتذكر المرء حاله التي سيصير إليها، والأمر الآخر أنه يدعو للأموات، فتكون هذه الزيارة فيها نفع للحي وللميت، ينتفع الحي بالتذكرة وينتفع الميت بالدعاء. وهنا قال: استحباب زيارة القبور للرجال، فزيارة المقابر خاصة للرجال دون النساء، وهذا هو القول الصواب، أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، فدل هذا على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة، لأنها مترتب عليها لعن. وفي هذه الأيام يلبس كثير من الناس في هذه المسألة، وتلبيس هؤلاء في هذه المسألة من أجل تشكيك الناس في فتاوى أهل العلم وفي الأحاديث الثابتة، وليس مجرد نقاش علمي، وإنما يريدون تشكيك الناس في دينهم، فيضربون الفتاوى بعضها ببعض ويشككون الناس في فتاوى العلماء. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذه المسألة زيارة النساء للقبور والحديث الذي جاءت في زيارة النساء للقبور والمنع ثم السماح، جمعها رحمه الله تعالى في كلمات يسيرة، وهي قاعدة منضبطة. وهذه القاعدة: جميع الأحاديث الواردة في باب الزيارة تطبقها على هذه القاعدة فتفهم المسألة ولا يقع الإشكال الذي وقع فيه كثير من الناس. والقاعدة ذكرها رحمه الله هو أن النهي أن الأمر بزيارة القبور كان في أول الأمر للجميع، للرجال وللنساء. في أول الأمر السماح للزيارة، السماح بالزيارة للجميع، للرجال وللنساء. ثم جاء المنع مطلقا للجميع، للرجال وللنساء. ثم نسخ الحكم وجاء السماح للرجال دون النساء. فهذه المراحل الثلاث التي مرت عليها هذه المسألة: السماح للجميع، ثم منع الجميع، ثم الترخيص للرجال فقط. وبهذا تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة التي وردت في زيارة القبور. هنا قال رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. إذا زار المسلم المقابر ماذا يقول؟ والزيارة المراد بها زيارة المقبرة ودخول المقبرة، أما المرور على المقبرة فلا يسمى زيارة، فلا تسمى زيارة، وإنما هذا يسمى مرورا على هذه المقبرة. لذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقال الدعاء إلا عند الدخول، أما عند المرور فلا يقال، ولكن لو دعا الإنسان تذكر إخوانه ودعا لهم فإن هذا لا بأس به، فأنت تدعو للأموات سواء مررت على المقبرة ودخلتها أو في خارج المقبرة، الدعاء للأموات لا شك أنه ينفعهم. قال: وعن بريدة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا يدل على أن المنع نسخ،
أن المنع نسخ وجاء الترخيص بالزيارة، ولكن كما ذكرنا هذا خاص للرجال، وهذا يستفاد منه أن النسخ موجود في الشريعة، ولكن النسخ لا يكون إلا بوحي. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالمنع نسخ بالترخيص في الزيارة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه من الفوائد تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور وخاصة أهل البقيع، فكانت ليلة عائشة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع فيقول هذا الدعاء: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقة. ويستفاد منه جواز زيارة المقابر ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في الليل، وزيارة القبور تجوز وتستحب في كل وقت، في الليل وفي النهار وفي أي يوم. أما تخصيص يوم بعينه فهو بدعة، كتخصيص الناس يوم الجمعة تخصيصهم، وكتخصيصهم لأيام الأعياد فيزورون المقبرة في يوم الجمعة وفي أيام الأعياد، هذا بدعة منكرة، هذه بدعة منكرة، لأنها تخصيص ما خصصه الله ولا خصصه رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف مع كثرة التنبيه على هذه المسألة إلا أن كثيرا من الناس لا زالوا على هذا المنكر، وهو تخصيص هذه الأيام بالزيارة. الزيارة في يوم الجمعة وفي أيام الأعياد وفي غيرها جائزة، لكن الإشكال في التخصيص، فيجعل لهذه الأيام ميزة فيزور القبور، ولا شك أن هذا من البدع المحدثة. وهنا قال: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. لحوق هؤلاء الأموات أمر يقيني، بل من شك فيه كفر، من شك في الموت كفر، فكيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بالمشيئة؟ المسألة لابد فيها من جزم، وإن بكم لاحقون، لكن النبي هنا قال: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق المشيئة على اللحوق المتيقن، وإنما المشيئة متعلقة بوقت اللحوق. اللحوق يعني الموت، هذا أمر يقيني لا يعلق بالمشيئة، كلنا سنموت ولا بد أن نؤمن بهذا، لكن المشيئة التي ذكرها النبي في هذا الحديث هي وقت اللحوق، متى الموت، فهذا علمه عند الله. فإذن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هنا المشيئة مقيدة بوقت اللحوق لا اللحوق المتيقن. قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. وهل هذه الدعوة لأهل البقيع في ذلك الوقت أم كل من دفن في البقيع؟ يحتمل هذا ويحتمل ويحتمل هذا. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وهذه من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه. هنا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. كيف كان يعلمهم؟ يعلمهم بالقول، كان يعلمهم بالقول، فيقول لهم أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، آخر الحديث. وهنا نستفيد فائدة أن ما يفعله اليوم كثير من الناس من تعليق أدعية زيارة المقابر على المقابر بدعة منكرة، بدعة منكرة، وللأسف هذه بدأت تنتشر الآن، يعلقون أدعية زيارة المقابر على المقابر، وهذه بدعة لا بد من إنكارها، ولا بد من البيان للناس أن هذا منكر لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع على هذا الفعل. كان في زمانهم
أوراق ومداد وأقلام وكل حاجة، يستطيعون أن يكتبوا ويعلقوا على المقابر، ولكن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فدل على أن هذا الأمر محدث. ولذلك عندما سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قالوا لا أصل لهذا العمل، وما كان السلف يعملون هذا العمل. فما يفعله اليوم كثير من الناس من تعليق الأدعية على المقابر لا يجوز، وإنما يكفي أن يعلم الناس بالخطب والمحاضرات والكتابة في المقالات ونحو هذه الوسائل التي تعلم الناس، أما أن يعلق على المقابر فهذه بدعة. وللأسف أن البدع إذا لم تنكر في مهدها خاصة فيما يتعلق بالمقابر فإنه تتتابع عليها البدع ولا يستطيع المسلمون رفعها بعد ذلك، وهذا إشكال كبير. لذلك لأن المقابر من أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن زيارة القبور نهاهم من أجل أنهم حدثاء عهد بإسلام، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلق قلوبهم بالقبور، لأن شرك القبور هو أول شرك في الأرض. ولذلك الشيطان يسعى رويداً رويداً خطوة خطوة حتى يوصل الناس إلى الشرك. اليوم تعلق هذه اللوحات على المقبرة، والآن وضعت الإنارة، وغداً ما ندري ما سيضعون، الآن وضعت أيضاً الأشجار، وهكذا يعني خطوة خطوة حتى يوصل الناس إلى الشرك بالله. فمثل هذه الأمور المنكرة التي تحدث في المقابر هي إرهاصات للشرك، فلذلك لا بد أن تقطع، ولا بد أن تنكر، ولا بد أن تبين، ولا يتساهل في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر تشديداً كبيراً، وشدد أهل العلم في هذا من أجل قطع الوسائل المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا التعليق على المقابر سواء تعليق الكتابات أو تعليق السرج أو غير ذلك مما يعلقه اليوم الناس لا يجوز، بل هو بدعة محدثة لا بد أن تنكر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذه الأحاديث في مجملها كلها بمعنى واحد، أولاً الدعاء لهؤلاء الأموات بالرحمة وبالمغفرة، وأيضاً أن يتذكر المرء الحالة التي سيصير إليها، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ونحن بالأثر، كلها تدل على التذكرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أخرى قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور زروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. ومن هنا نستفيد عدد من المسائل. المسألة الأولى أن زيارة القبور إنما تكون لهذا الأمر التذكرة والدعاء لأهل الميت والدعاء للأموات. أما ما يفعله اليوم القبوريون من الصوفية والرافضة ومن لف لفهم ونحى نحوهم بأن يذهبوا إلى هذه المقابر ثم يدعون أصحاب القبور من دون الله عز وجل، فهذه زيارة شركية كفرية، من فعل فهو كافر مشرك بالله عز وجل. وإنما الدعاء هو لأهل القبور بأن تدعو لهم أن الله يغفر لهم، وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرون، هم بحاجة إلى دعائك، تذهب تدعو لهم، ما تدعوهم من دون الله، هم بحاجة إلى دعائك. وهذا من أكبر ما يرد على هؤلاء القبوريين الذين يعبدون هذه القبور من دون الله. النبي أمرنا بأن نذهب إلى القبور وندعو لأهل القبور، فدل أنهم المحتاجون إلينا، لسنا نحن محتاجون إليهم. فلذلك ما يفعله القبوريون اليوم شرك بالله عز وجل، من الذبح لأهل القبور والتمرغ على التراب والتبرك به ودعاء أهله، كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، كيف يكون الدعاء إذا دخل المرء المقبرة؟ الذي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو قائما، كان يدعو قائما ويطيل القيام، كما جاء في مسلم أنه كان يطيل القيام، جاء في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام. الأمر الثاني أنه يرفع يده، يرفع يده ويدعو. فإذا يستفاد
من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فوائد في زيارة المقبرة. الأمر الأول أنه كان يدعو قائما، أنه يطيل القيام، أنه يرفع يديه، أنه يرفع يديه. فهذه ثلاث سنن في زيارة القبور: أولا الدعاء قائما، الإطالة في القيام، رفع اليدين. بقيت مسألة ونختم بها: هل يستقبل القبلة أم يستقبل القبر؟ الأمر في هذا واسع، لأنه لم يرد في ذلك دليل خاص بعينه. فإن دعا مستقبل القبلة أو دعا وهو مستقبل قبل القبر فهذا لا بأس به، وهو أمر واسع. ولكن لا يعتقد في تخصيصه مثلا الميت بأن يكون هو قبلته وهو يعني موضع دعائه، ما يخصصه بخصيصة، وإنما يكون هذا توافقا. إن استقبل القبلة أو استقبل القبر فالأمر في هذا واسع، لأنه لم يثبت في ذلك شيء خاص بعينه. فهذه بعض المسائل على هذا الباب، والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.